ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا بدر مبروك. النهارده هنتكلم مع بعض عن حاجه ناس كتير بتسالني عليها، وهي ازاي اصور نفسي واعمل فيديوز على اليوتيوب باقل تكلفه من غير ما استخدم كاميرا بروفيشنال، او من غير استخدم لايتنج بروفيشنال، ومن غير الدوشه بتاعه المصورين والدوشه بتاعه. انا عايز حاجه تكون سيمبل واصور في اي حته، وفي الشغل، في البيت، في النادي، في اي مكان انا عايز اصور فيه. الموضوع بسيط جدا ومش محتاج اي صعوبه. هو الفكره بس ان انت بتركز في المحتوى بتاعك، ويكون محتوى فعلا الناس تقدر تسمعه والناس تقدر تستفيد منه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، اصور نفسي ازاي. انا جايب لكم حاجه النهارده، حاجه اسمها سيلفي رينج لايت، ودي حاجه بكل بساطه بيبقى فيها لايتنج، وبيبقى فيها هولد الكاميرا بتاعتك عشان تقدر تعلقها على، تقدر تحط الموبايل على الهولد ده، وبيبقى شبيه شويه للسيلف ستيك. وده بيشتغل، اللايتنج ده بيشتغل ازاي، مش بيبقى محتاج كهرباء، هو الكهرباء بتاعته يو اس بي، ممكن توصلها باللابتوب او بالباور بانك. يعني انا موصلها بالباور بانك، انت وانت في الشغل ممكن تصورها تحطها في اللابتوب، ممكن لو انت في البيت اللابتوب في جنبك تحطه في اللابتوب او في الباور بانك. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي تركز عليها بقى هي المايك. وانا جايب لكم مايك النهارده اسمه بويا، وده بيبقى موجود في كل الستوريز بتاعت الكاميرات، وده ميزته ان هو بيشتغل للكاميرا وبيشتغل للسمارت فون، والصوت بتاعه بيبقى عظيم، يعني بتقدر تاخد كواليتي صوت حلو جدا. الثالثه بقى، واحنا بنصور اللي هي ممكن برضو نستخدم السيلف ستيك، لو انت مش عايز تعلق السيلف رينج لايت على المكتب او في البيت، ممكن تحطها تخليها وتستخدم السيلف ستيك. الحاجه الرابعه اللي ممكن برضو الناس تخلي بالها منها، وهي بتصور نفسها بقى، وهي بتصور نفسها مهم جدا شكل التصوير. يعني في ناس كتير لما تيجي تصور بتعمل الخطا ده، ان هي بتقرب الكاميرا من وشها فبيبقى الوضع كده. طبعا مش دي الابعاد المظبوطه للوش، تلاقي في ديستورشن للشكل الشخص اللي انت بتصوره، فانت بتبعد الكاميرا كده. طبعا حاططها على الترابيزه عندي، بتبعد الكاميرا كده منك عشان تقدر تبقى رؤيتك كويسه والناس تشوفك بشكل كويس، الا لو انت عايز الناس تشوفك كده فدي مشكلتك انت مش مشكلتنا يعني. بس دي اربع حاجات تركز عليهم. والحاجة الخامسة هو الكونتنت والمحتوى اللي انت بتقدمه للناس، يكون محتوى فعلا الناس تقدر تستفيد منه وتسمعه. بس جود لك ليكوا كلكوا، وربنا يوفقكوا، ولو حد عنده اي سؤال انا معاكم، يعني نستفيد من بعض. شكرا جزيلا، باي باي.